تستمر فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، والذي يهدف لتحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة. الحمد لله المؤتمر في اليوم والتاني بيناقش قضايا كثيرة، لسه مخلصين يعني مناقشة عن العمر المديد والصحة العامة وعلاقتها بالتنمية البشرية، وأمس أيضا كان هناك قضايا كثيرة يتم مناقشتها من خلال اليوم الأول، والمحاور المؤتمر متعددة ويعني تتلاقى مع كثير من الاحتياجات اللي احنا بنتكلم فيها، مش بس في مجال الصحة ولكن أيضا في مجال التنمية البشرية. تم اختيار الجلسات بعناية شديدة بتورينا التقدم اللي مصر أحرزته على مدى 10 سنين فاتوا، ان النهاردة بفضل تقدم الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري العادي. بالنسبة لليونيسف، الجلسة اللي شاركت فيها اللي هي عن الهيومن كابيتال ديفلوبمنت او يعني التنمية البشرية، هي شغلة جدا مهمة بالنسبة لليونيسف، لأنه الموضوع بيتعلق أولاً بتنمية الطفولة المبكرة، كيف ممكن أنه نتدخل بالسنوات الأولى من حياة الطفل حتى نقدر نبعته على المدرسة بعمر كتير صغير، لأنه الدراسات بتثبت أنه اللي بيروح على المدرسة بعمر صغير وبيعمل الطفولة المبكرة يعني السنوات الأولى، هو طفل مرجح أنه يبقى بالمدرسة لفترة أطول.